صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا بسنت. صباح الخير عليك يا شاذلي وصباح الخير على جميع المشاهدين. النهاردة تالت يوم رمضان، ومع تالت يوم كلنا بنبتدي خلاص ندخل في المود والأجواء الرمضانية، وبالذات كمان الأمهات أو الزوجات أو البنات، وساعات كمان رجالة كتير بصراحة عشان ما نبقاش متحيزين بيطبخوا، ودخلنا خلاص في مود رمضان. مود رمضان مختلف لسبب، سفرة رمضان بتبقى غنية، في عندنا طول الوقت بيبقى العصاير الرمضانية زي قمر الدين والتمر والكركديه والصوبيا والحاجات الحلوة قوي دي، وفي الشوربة اللي كل واحد فينا بقى بيحب يطلع فيها الشيف اللي جواه، زي شوربة البروكلي أو لسان عصفور أو العدس أو الطماطم أو الخضار أو حاجات كتيرة. وفي كمان بيبقى المقبلات اللي بقى بتختلف من شخص للتاني، في السمبوسك اللي الناس تقول عليها ساعات سمبوسة، في بقى السبرينج رولز حسب انتوا هتعملوا ايه من المقبلات، وفي بقى الوجبه الاساسيه. فكل واحد في رمضان حب اقوله يعني بيحب يطلع كده من جواه شيف، او يعني يحب يطلع امكانيات مختلفه عنده في الطبخ. وطبعا في فقره بقى يا شاذلي الحلو طبعا احنا هنفهمكم دلوقتي احنا بنضحك ليه، بس يعني خليني اقول الحلو المختلف فيه القطايف وفي فكل واحد في رمضان. لا لازم تعملي حاجه يعني. عيب عليك. طيب ماشي، عيب عليك يا شادي. طيب خلاص جاوبيني على سؤال الحلقه. فسؤال الحلقه النهارده معانا يعني طلع الشيف اللي جواك وقول لنا ايه اكتر اكله ممكن تحضرها في رمضان. انت بتعمل ايه بقى يا شادي؟ انا مفيش حاجه الحمد لله. ماشي دعوه بيا. انت بتعمل ايه؟ مفيش حاجه ما بعملهاش. انا بدخل المطبخ من هنا، اول ما ادخل تقولي اتفضل اطلع بره. وانا داخل لسه ما عملتش، بدخل اتلكك يعني، التلج مثالي عارفه الحاجات اللي هي دي. فلا ما تدخلش، مالكش مكان يعني. لا بجد بقى، انا فعلا بدخل المطبخ من وانا صغير. كنت ممكن ادخل اساعد والدتي مثلا زمان، اعمل شيبسي، اعمل سلطه، حاجات كده، لكن لما اتجوزت فانا مضطر ان انا ادخل المطبخ لاسباب كتيره جدا، اولها ان انا حافظ على الاكل عشان ما يتحرقش، عشان نعرف ناكل انا وبنتي. لان احنا ما شاء الله يعني مشهورين في العيله بالاكل اللي بيتحرق عندنا. فانا بدخل طبعا بساعد في ايه، ممكن اعمل السمبوسك بلفها كويس قوي. يعني بحشيها ايا كان، بلفها كويس قوي. بعملها جبنه ولا لحمه؟ لا بعملها جبنه. ممكن اعمل كمان صينيه رقاق كده برضو بالجبن والفلفل وكده يعني. مش مصدقاك. بعملها كويس. لا والله بعملها كويس فعلا. رقاق ده صعب جدا، فانت بتدخل فعلا تعمل رقاق. وانا ما بعملش السهل، انا بتاع الصعب. ايوه مش عارفه اقول، انا مش مصدقاك. كانت بتتكلم عن الحلويات واحنا عايزين نعرف هي بتعمل ايه بقى في الحلويات، الشيف اللي جواها بيعمل ايه. بص يعني يا رب ماما ما تبقاش تتفرج عليا دلوقتي. لا هي حتى لو ما تتفرجش احنا هنقول لها ما تقلقيش. بس انا بعمل حلويات حلوه قوي. يعني انا بعرفش في الحقيقه اعمل غير حلويات. جيلي؟ يعني جيلي؟ لا لا، بعمل كريب، بعمل وافلز، بعمل في أكلة أنا مش عارفة اسمها، بس عارف البسكوت لما بتقطعه كده وتحط عليه شوكولاتة. لازم اسمها طعمها حلوة، بتبقى حلوة وعين الجمل خطيرة. ما شاء الله عليك ست بيت هايلة. حلو بس ما عنديش حاجة.
عامه انا كده كده بصراحه يعني لو انت فعلا بتطبخ الاكل اللي انت بتقوله بتعرف تعمله كويس ده حقيقي والله بدخل وبساعد كمان يعني. لا انا بحييك اصلا على فكره انك بتساعد يعني، يمكن دي من الحاجات كمان المهمه انه الرجاله دايما بيحسوا انه دي شغله الست بس. لا خالص يعني لا والله، وبدخل مثلا احمر شعريه لسان عصفور اعمل الحاجات دي. وفي حاجه كمان والله ده بمنتهى الامانه يعني، الاكل لو طلع وحش لازم اقول لها تسلم ايدك برافو. يعني هي تعبت يعني، يعني على سبيل المثال امبارح الاكل ما استواش مثلا، واكل اكل ني امبارح والله، بس قلت لها تسلم ايدك. قال لك تسلم ايدك بس طلع على الهواء. اربع ساعات في المطبخ في عز الحر طبعا، والصيام طبعا. يعني طبعا يا شاذلي انت جامد جدا ان انت زوج مثالي وتطلعت على الهواء. انا عارف انا زوج مثالي. فاحنا حابين نعرف بقى من حضراتكم يعني ايه الاكلات اللي انتوا بتحبوا تعملوها او ممكن تحضروها في رمضان، وطلعوا بقى الشيف اللي جواكم وقولوا لنا على الكومنتس او تعليقاتكم على فيسبوك على صفحتنا، ومنتظرين اجاباتكم اللي هنستعرضها النهارده خلال الحلقه. وبنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نروح لدينا شرف معاه شويه حاجات كده حلوه يعني، هطمنا على حاله الطقس واخبار المرور وكمان اسعار الذهب والعملات، وفي النهايه برضو لازم نسالها سؤال حلقه النهارده، ايه اللي هي بتجهزه في رمضان؟ الشيف اللي جواها بيقولها ايه؟ صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا فسان، صباح الخير على كل المصريين في كل مكان. السؤال ما ينفعش يتسال ليا كده، هو امال ازاي يا دينا؟ يتسال ليا ايه الاكله اللي انت ما بتعرفيش تعمليها؟ بسم الله ما شاء الله. لا هو اكبر ثقه زايده، انا مبدعه يعني في المطبخ بصراحه. طب ايه اكتر اكله بتعرفي تعمليها او انت مشهوره بيها الناس بتجيلك تقول لك؟ ورق العنب. اوكي. هو عامة انا بعرف اطبخ كل حاجة، بس هو ورق العنب كمان بالنسبة لي، ورق العنب والبط بعملهم حلو قوي. وربنا يستر على اهل البيت بقى. لا دول عملنا اللي علينا خلاص. الاكلتين صعبين قوي، فبرافو ان انت بتعرفي تعملي. انا بحب كمان الاكلات اللي هي البيوت بتاعتنا القديمة يعني، ماهيش في البانيه واللي مش عارفة بصوص مش لا انا بحب الاكل المصري الاصيل بتاعنا يعني. والله برافو عليكي دينا، انا بحيي كل ست بصراحة بتشتغل وبتقدر ترجع البيت تعمل اكل صعب كده، برافو. صحيح صحيح. فعلا احنا النهارده يعني حبينا نقول لكم كده على بعض الاكلات ممكن النهارده من الصبح تقرروا هتعملوا ايه النهارده على الفطار، لكن خلوني اطمنكم الاول على او اخدكم في جوله مريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات، وهنبدا دلوقتي ناس نزلت خلاص ونبدا جولتنا من القاهره. وكوبري اكتوبر متجه لمنطقتي الاسعاف ورمسيس بيشهد كثافات مروريه متحركه، لكن اللي مكمل اعلى الكوبري في اتجاه منطقتي غمره والعباسيه ومدينه نصر في كثافات مروريه زي ما حضراتكم شايفين، اللون الاحمر بيغطي المسار كله. اما حركه السيارات لشارع امتداد رمسيس حتى محور الشهيد في سيوله مروريه، محور صلاح سالم المتجه من نفق المرغني ومصر الجديده في بعض الكثافات المتحركه، كمان في بعض الكثافات لشارع رمسيس وصولا للعباسيه وبمحور النصر حتى المنصه، وكمان بشارع عباس العقاد والطيران. هنشوف طريق الكورنيش امام اللي جاي من ميدان المؤسسه ومنطقه المظلات بطول الكورنيش النيل وحتى ميدان عبد المنعم رياض في كثافات مروريه متحركه ووسط تواجد رجال المرور لمتابعه الحركه المروريه، لكن اللي جاي من طريق الكورنيش القادم من حلوان بيشهد كثافات متقطعه حتى شارع القصر العيني المتجه الى ميدان التحرير. ونكمل معاكم جولتنا لشوارع الجيزة، وهنبدأ من محور 26 يوليو القادم من أكتوبر في كثافات مرورية كبيرة قبل الدائري وحتى ميدان لبنان، وفي كثافات مرورية على كوبري 15 مايو المتجه لميدان التحرير. هنروح لشارع الهرم المغلق كليا في الاتجاه القادم من مريوطية حتى ميدان الجيزة فقط، هو بسبب طبعا أعمال إنشاء محطة مترو أنفاق مدكور، وده بيسبب ظهور بعض الكثافات بتزيد مع وجود تحويلات مرورية. كمان بتظهر كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية، وفي أيضا كثافات متحركة المتجهة إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، وكمان بتظهر بعض الكثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا لشارع السودان في كثافات مرورية متحركة. طبعا بيفضل التوجه لمحور العرابي اللي بيشهد كثافات أقل شوية، وبتظهر كثافات بسيطة بمحيط ميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة، لكن شوارع السودان وجامعة الدول العربية والبحر الأعظم فيها سيولة مرورية. نروح معاكم لمحافظة القليوبية، والطريق الزراعي القادم إلى القاهرة بيشهد سيولة مرورية بداية من منطقة ميت حلفة وحتى الطريق الدائري، وبعدين الطريق بيكون فيه سيولة مرورية حتى قبل ميدان المؤسسة، ده بيرجع لبعض الكثافات البسيطة على الطريق الدائري.
والقادم من المرج في كثافات مريه قبل نزله اليوب، وبننصح القادم من موقف العاشر المتجه الى بنها بيسلق طريق شبرا بنها الحر، اما القادم من طريق شبرا بنها الى منطقه مصر الجديده وشرق القاهره من الافضل انه يسلك محور العصار، اما القادم من ميدان المؤسسه ومتجه ناحيه بنها الطريق الزراعي بيشهد سيوله مريه كبيره، لكن داخل مدينه بنها في بعض الكثافات عند منطقه الموقف الجديد ومنطقه الاهرام وتحديدا بالقرب من مدخل الجامعه، وده بسبب دخول الطلاب. ونروح معاكم لعروس البحر المتوسط اسكندريه، وهنلاقي كثافات بسيطه موجوده في المنطقه المحيطه بكوبري ستانلي، وكمان في كثافات متقطعه عند الاشارات بطول الكورنيش، لكن باقي الشوارع الجنوبيه فيها سيوله مروريه نسبيه. الطريق المؤدي للجامعه بيشهد كثافات مروريه بسيطه لكنها بتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه، لكن طريق الاسكندريه مرسى مطروح الناس لازم تاخد بالها، لان الاداره العامه للمرور اجرت تحويلات مروريه بسبب تنفيذ اعمال تطوير وتوسعة الطريق الساحلي وهو الإسكندرية مطروح، وتنفيذ كمان عدد 9 كباري دورانات في المسافة من الكيلو 101 حتى الكيلو 154، واللي بتشهد الأعمال على مدار اليوم. طيب من جولتنا المرية هنطلع معاكم أو نتابع معاكم كمان أسعار صرف العملات الرسمية، وهنبدأ معاكم العملات. والدولار الأمريكي النهاردة سعر البيع 18.31 جنيه، وسعر الشراء 18.21 جنيه. اليورو سعر البيع 20.24 جنيه، وسعر الشراء 20.12 جنيه. جنيه الاسترليني سعر البيع 24 جنيه، وسعر الشراء 23.87 جنيه. الفرنك السويسري سعر البيع 19.78 جنيه، وسعر الشراء 19.67 جنيه. اليوان الصيني سعر البيع 2.87 جنيه، وسعر الشراء 2.86 جنيه. عفوا. الميت ين ياباني سعر البيع 14.94 جنيه، وسعر الشراء 14.86 جنيه. والريال السعودي سعر البيع 4.88 جنيه، وسعر الشراء 4.85 جنيه. الدينار الكويتي سعر البيع 60.21 جنيه، وسعر الشراء 59.86 جنيه. الدرهم الإماراتي سعر البيع 4.98 جنيه، وسعر الشراء 4.95 جنيه. وبالنسبة بقى الأسعار، الذهب النهاردة عيار 18 سجل 830 جنيه، عيار 21 كان سجل 970 جنيه، عيار 24 سجل 1108 جنيه، ووصل الجنيه الذهب ل 7760 جنيه. نروح معاكم الجولة بقى في أحوال الطقس، ودي جولة سريعة. الجو النهاردة هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، في نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 32، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة في مطروح 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجرى اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الاردن، واعرب سيادته عن خالص تهنئته بمناسبه حلول شهر رمضان المعظم، متمنيا للشعب الاردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء. وكمان اجرى سيادته امبارح اتصالا هاتفيا مع الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير الكويت، واعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئه واللفته الكريمه للرئيس بمناسبه الشهر الكريم. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل اجتماع تابع فيه موقف السلع الاستراتيجية الغذائية وتوافرها في الأسواق على مستوى الجمهورية. وجه سيادة الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها في السوق وتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة. كمان كان في اجتماع مهم عمله سيادة الرئيس لمتابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر في الأراضي المستصلحة. وجه سيادته بإعادة تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر من كافة الجوانب ودراسة مدى جدارة مسار التوسع في زراعته مستقبلا. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع
تناول استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توافرها في الأسواق على مستوى الجمهورية. وقد تم عرض موقف المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح والأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن والأسماك، مع التأكيد على عدم وجود أي مشكلة في توفير تلك السلع للمواطنين في إطار التخطيط المسبق للدولة، بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي منها لمدة لا تقل عن متوسط 6 شهور. وقد وجه السيد الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. كما تم عرض جهود الدولة للتوسع في إنتاج الأسمدة في ضوء كونها من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وكذلك حرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلي بما يتناسب مع خطط الدولة في الإنتاج الزراعي وللتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. الاجتماع تناول متابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر في الأراضي المستصلحة. وقد وجه السيد الرئيس بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر من كافة الجوانب، وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع في زراعته مستقبلاً. وقد شهد الاجتماع استعراض نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات في جنوب الوادي، وكذلك جهود توفير البذور وأجهزة الحصاد، فضلاً عن نتائج تحاليل التربة والمياه والمناخ في المنطقة لتتلائم مع زراعة القطن من هذا النوع الذي يعد الأكثر طلباً واستخداماً بسوق العمل، مما يتطلب تلبية احتياجات المصانع منه، الأمر الذي يساعد على إقامة صناعات وطنية ويساهم في توفير العملة الصعبة عن طريق خفض الاستيراد من القطن قصير التيلة. القوات المسلحة نظمت زيارة لوفد عسكري بكلية القادة والأركان التنزانية إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للتعريف بالجهاز ودوره الحيوي في خدمة المجتمع العسكري وكمان المجتمع المدني، وده في إطار التعاون والتنسيق المستمر وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتنزانية. واستمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد وتزامنا مع مناسبة يوم اليتيم، إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة نظمت مهرجان يوم الشهيد بمشاركة عدد من أبناء الوطن ذوي الهمم قادرون باختلاف، وكمان الأطفال الأيتام وأسر الشهداء، وده كان بحضور عدد من قادة القوات المسلحة. دلوقتي هنروح نتابع مع حضراتكم تقرير عن أهم الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي منها استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وكمان نفي الحكومة إطلاق تطبيقات إلكترونية على المحمول لمنح المواطنين قروض مالية. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لوفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة الدكتور أجري أمبالي، وده لمناقشة عرض مصر استضافة مقر الوكالة الإفريقية للدواء AMA. كمان امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي ملفات عمل وزارة التجارة والصناعة، وأكد إن الحكومة بتعطي أولوية قصوى لملف الصناعة وبتعمل على تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإقامة استثمارات صناعية في المجالات المختلفة. كمان امبارح التقى رئيس الوزراء مع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأكد رئيس الوزراء على تعاظم دور الإعلام في عالمنا المعاصر، خاصة مع التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع اللي بنشهده حالياً على مستوى العالم. وقال كمان إن الدولة بتؤكد احترامها الدائم لحرية الرأي في وسائل الإعلام.
وبالنسبة للشائعات اللي ترددت حول إطلاق تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الشائعات، وقال إن كل التطبيقات المتداولة بهذا الشأن وهمية، وحذر المواطنين من التعامل معها. بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، خلونا نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة والخاصة بامتحانات أبناء المصريين في الخارج، وكمان في النهاردة ماتشات مهمة في الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هيتم عقد اختبار إلكتروني تجريبي للطلاب المصريين بالخارج بالصف الثالث الإعدادي بدول لبنان، تونس، الأردن، فلسطين، السودان، المغرب، وأيضاً السعودية بقنصلية جدة والمدينة ونجران. كمان النهاردة هتستضيف الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية أجواء روحانية ضمن فعاليات برنامج النهضة الروحية بمناسبة فترة الصوم الكبير، وده بمقرها في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، وهيكون الساعة 10 الصبح. والعشاء كرة القدم موعدهم مع مباراتين في إطار الجولة 31 من عمر الدوري الإيطالي. الساعة 6:30 هيلتقي هيلاس فيرونا مع جانوي، والساعة 9:15 هيلتقي اي سي ميلان مع بولونيا. أما الدوري الإنجليزي فالنهاردة هيكون ختام مباريات الجولة 31 من عمر المسابقة بلقاء أرسنال مع كريستال بالاس الساعة 9 بالليل. دلوقتي هنروح لجولة في المحافظات، معنا أخبار من دمياط خاصة بصيانة كورنيش البحر في رأس البر استعداداً طبعاً لموسم شم النسيم، وكمان أخبار تانية من أسيوط واللي تم فيها فتح منافذ الإصلاح الزراعي المتنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة، وأخبار أخرى من محافظات أخرى زي شمال سيناء وسوهاج. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، خلونا نبدأ من العاصمة حيث تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال إزالة مناطق السكر والليمون والجيارة وحوش الغجر وإخلاء وتسكين 206 عقارات من إجمالي 520 عقار، وأيضاً تسكين 667 أسرة مستحقة بكومباوند الخيالة من إجمالي 1660 أسرة. في سوهاج أكد المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج إن الشركة استهدفت طلاب 50 مدرسة بجميع المراكز والقرى ضمن حياة كريمة لتعريف الطلاب بحجم الاستثمارات اللي بتضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي، وأيضاً لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على هذه الاستثمارات. في شمال سيناء أهدى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء درع المحافظة للطالبة أماني أبو العلا والفائزة بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى وإلقاء الشعر والخطابة. في دمياط تمت أعمال الصيانة للشواطئ والاستعدادات لموسم شم النسيم والصيف في مدينة راس البر، بالإضافة لاستكمال أعمال تسوية الرمال بطول الشاطئ. في أسيوط تم فتح منافذ الإصلاح الزراعي المتنقلة لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة وبأقل عن مثيلتها بالأسواق، وده للحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل. خلونا نشوف مع حضراتكم التعليقات اللي جات لنا على سؤال الحلقة النهاردة، وكان طلع الشيف اللي جواك، قول لنا أكتر أكلة ممكن تحضرها في رمضان إيه هي، وخلونا نشوف الناس قالت ايه. مها احمد ما قالتش كلام كتير، قالت كلمه واحده محشي بس كده خلاص. دي مش محتاجه تكتب كتير، يعني كفايه المحشي. في سمر حماد بتقول السلطه، استنى وممكن مستني وممكن الزلابيا كمان. الله يا سمر. وفي كمان نرمين هاشم بتقول صباح الخير والفل والورد والياسمين عليكم من مطروح لأحلى برنامج، خصوصا الأستاذ محمد والأستاذة بسنت الجميلة، أنا بحبه من كل قلبي والله العظيم، وإحنا كمان بنحبك قوي. الأكلة اللي أنا بحضرها في رمضان هي المكرونة بشاميل والمكرونة بالصلصة والبسلة والسمك المقلي وأكلات تانية كتير. شاطرة نرمين ما شاء الله جدا. والحلويات زي الكنافة والقطايف وقمر الدين وحلويات تانية كتير، صباحك فل يا نرمين. في كمان محمد حسني بيقول صينية البطاطس بالفراخ، يا سيدي مش اي حد يعملها برضو. علاء هارون كمان بيقول صباح الخير، واحسن واحد يعمل محشي بانواعه كمان سلطة. كل سنة وانت طيب يا علاء، وبهنيك ان انت
بتعرف تعمل شاطر ما شاء الله. كل سنه وكلكم طيبين طبعا وكل الناس طيبين وبخير. دلوقتي انا استاذنكم نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي الفقرات. مرحبا بحضراتكم من جديد من بعد الفاصل، وخلونا دلوقتي نروح لزميلتنا دينا نعرف منها اخبار الطقس بالتفصيل. دينا، يعني هواء وساعات شمس وبالليل برد، فهمينا بقى. احتمال يكون في موجه حاره من بكره، فتعالوا فعلا نتابع معاكم نشره جويه بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون فيه انخفاض في درجات الحراره على كافه الانحاء. الطقس هيكون حار على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، لكن بالليل هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. خلونا نتعرف أكتر عن تفاصيل عن حالة الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم بخير يا رب. عايزين نطمن من حضرتك عن احوال الطقس النهارده، وسامعين كده ان من بكره هيكون في موجه حاره. اخبار التفاصيل ايه اكتر عن حاله الجو، خاصه ان كان في كمان رياح بالامس وصباحا كان في رياح شويه؟ بالفعل احنا اليوم يعني مستمرين في الاجواء الربيعيه المستقره خلال فتره النهار، في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، انخفاض طفيف في درجات الحراره مقارنه طبعا بالايام الماضيه، لكن يعني نقدر نقول طقس اليوم اشبه بطقس الامس. يعني حالة الطقس خلال فترة النهار هنشعر به ان هو من مائل للحرارة الحارة خلال فترة النهار على سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، هيظل شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال فترات النهار. خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، والطقس لسه شعورنا به مائل للبرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وده أغلب المناطق الشمالية. المناطق طبعا الموجودة في جنوب الصعيد بيبقى الطقس فيها خلال فترات الليل معتدل، في فرق كبير من درجات الحرارة الصغرى والعظمى خلال فترة الليل وفترة النهار، بتوصل لأكبر أكثر من 15 درجة مئوية. كمان في نشاط للرياح، يمكن احنا شهدنا بالأمس نشاط للرياح، اليوم متوقع استمرار نشاط للرياح، نشاط الرياح ده اللي خلانا حاسين شويه ببروده الجو بالليل. بالظبط، بيخلينا نشعر بانخفاضات درجات الحراره كمان خلال فتره النهار وخلال فتره الليل، ما بيخلناش نحس بارتفاعات درجات الحراره، انخفاض نسب الرطوبه كمان في الكتل الهوائيه، ما بيخلناش نشعر بارتفاعات درجات الحراره. لكن متوقع من غدا يكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه، الارتفاع ده هيكون بحوالي يمكن 6 درجات عن اليوم، يعني احنا غدا متوقع العظمى على القاهره الكبرى ما بين 37 و 38 درجه مئويه، الاجواء غدا هتكون اجواء شديده الحراره خلال فتره النهار على اغلب مناطق الجمهوريه، ارتفاع درجات الحراره ده هيكون معانا الثلاث والاربع والخميس، موجه حاره موجه شديده الحراره تحصل خلال فتره النهار، لكن برضه ناكد ان نسب الرطوبه في الكتل الهوائيه ما زالت منخفضه، احساسنا بدرجات الحراره مش هيكون زي فصل الصيف، كمان لو احنا تجنبنا التعرض المباشر لاشعه الشمس ده هيخلينا ما نحسش بارتفاعات درجات الحراره اللي هنشهدها من غدا ان شاء الله. كمان من غدا بالنسبه ليوم الجمعه هتبدا تنكسر، يعني حضرتك قلتي هو الثلاث والاربع والخميس هنبدا ننخفض مره ثانيه بعد كده في درجات الحراره، يعني امتى نقدر نقول الناس تخلوا بقى الملابس الشتويه، لان احنا عندنا كده صبح صيف وبالليل بنلبس الهدوم الشتوي؟ بالفعل يمكن الجمعه هيبقى فيه انخفاض طفيف في درجات الحراره، هيبقى ملحوظ من يوم السبت ان شاء الله، هيبقى انخفاضات في درجات الحراره ملحوظه، الاجواء يعني درجات الحراره فيها تتراوح ما بين 30 و29 درجه مئويه، هنبدا تاني نشعر بالاجواء الربيعيه والطقس اللطيف خلال فتره النهار من الاسبوع المقبل، عشان كده احنا لسه مستمرين في ارتداء الملابس الشتويه خاصه خلال فترات الليل، لان الطقس لسه فيها مائل للبروده، على الاقل لاعياد شم النسيم الى ان تستقر درجات الحراره وبدايه النص الثاني من فصل الربيع نبدا ساعتها نرتدي الملابس الصيفيه او نخفف ملابسنا تدريجيا. صحيح. لكن احنا لسه فترات الليل اجواء بارده، حتى لو انا هخرج واضطريت طبعا تخفيف ملابسي خلال فتره النهار يبقى دايما معايا جاكيت لفترات الليل ارتديه لما احس بانخفاض درجات الحراره، نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس عشان ده ما يزودش احساسنا بارتفاع درجات الحراره، كمان طبعا نتناول كميه كافيه من المرطبات والسوائل في فتره السحور، ده طبعا عشان نقدر نواجه الحراره اللي احنا هنشهدها الثلاث ايام الجايين ان شاء الله،
واخيرا متابعه النشره الجويه، لان طبعا متابعه النشره الجويه ده شيء مهم جدا في ظل التقلبات الجويه الحاده والسريعه خاصه في درجات الحراره. اكيد احنا بنشكر حضرتك على متابعتك اليوميه معانا كل يوم في صباح الخير يا مصر. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. خلونا دلوقتي نستعرض درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 32 والصغرى 18، الاسكندريه 30 15، مطروح 23 16، سيوه 33 17، بورسعيد 27 15، دمياط 27 15، اسماعيليه 33 16، السويس 34 16، العريش 28 14، طابا 30 17، كاترين 29 12، شرم الشيخ 33 24، الغردقه 34 23، الفيوم 38 17، بني سويف 38 17، المنيا 37 15، اسيوط 37 18، سوهاج 39 19، قنا 39 19، الاقصر 40 20، اسوان 41 21، الوادي الجديد 39 22، شلاتين 23 19، واخيرا حلايب 32 17. بكده ضمننا حضراتكم عن حاله الجو بالتفصيل. هرجع مره ثانيه لمحمد وبسنت عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك. نشكرك طبعا ادينا. شكرا جزيلا لك. دلوقتي جه ميعادنا مع الفقره اللي بنقدمها لحضراتكم من الازهر الشريف، واللي بنتكلم وهتكلم فيها النهارده عن مفهوم السعي في الاسلام والاخذ بالاسباب. الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس كتير جداً تايهة ومش عارفة تبدأ منين، وناس كتير متلخبطة ومش لاقية نقطة تبدأ منها. عايز أقولك حكاية حلوة جداً هتعلمك درس مهم قوي. سيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم، لما سيدنا إبراهيم جاله أمر إلهي بأنه يسيب زوجته وابنه، ابنه الوحيد، خد بالك ابنه الوحيد، في مكان لا فيه أكل ولا شرب ولا زرع ولا ناس، ساب سيدنا إبراهيم السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل معاها. يوم اتنين الأكل خلص، ما بقاش فيه أكل. السيدة هاجر تعمل إيه؟ تروح تدور على الناس وتسعى ما بين الصفا والمروة، وتروح مرة واتنين وتلاتة، برغم إنه المشوار هو هو وما فيش جديد. راحت مرة واتنين وتلاتة واربعة وسبع مرات، برغم إن الموضوع هو هو ما فيش جديد على فكرة، لأنها راحت مرة وما لقيتش حاجة، فطبيعي أنا لما أروح تاني هيبقى تحصيل حاصل زي ما إحنا بنقول. لكن السيدة هاجر ما عملتش كده، ما يقسيتش، راحت مرة واتنين وتلاتة، وزي ما قلنا ربنا عملها حتى شريعة سبع أشواط. في الآخر لما سعت ولما اجتهدت طلع فرج ربنا وكرم ربنا وجبر ربنا من أضعف حاجة موجودة، الطفل الرضيع ده. من تحت قدمه نبع الحياة، نبعت زمزم الماء اللي بقت رسالة لكل الناس اللي مش عارفة تبدأ منين. السعي، اجتهد، حتى لو شايف الصورة ضبابية ومش واضحة لك قوي اسعى، حتى لو مشيت طريق وما جاتش فيه نتيجة اسعى برضو، ابتدي. اعرف ان كلمة السر بالنسبة لك هي هاجر، كلمة السعي هي مفتاح حياتك كله، كلمة السعي اللي لازم تبدأ بيها. اوعى تقول ده انا مشيت الطريق دوت وما حصليش نصيب، واوعى ان ده يخليك ان انت واقف مكانك ما تتحركش. اوعى تيأس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما راح رحله الطائف ما حدش امن بيه، ومع ذلك ما يئسش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسعى وكمل
وراح بلد واثنين وتلاتة ودعا ناس واثنين وتلاتة لحد ما بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيقونة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى مثال يحتذى به. كل ما تيأس، كل ما تقف، كل ما تلاقي نفسك يعني عندك خمول، كل ما تلاقي نفسك عندك إحباط أو عندك يأس، افتكر كلمة السر: هاجر، السعي، اسعى واجتهد. ربنا يسترنا ويجبرنا. كل سنة طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهم الطقوس الرمضانية هي الزينة، زينة رمضان في الشوارع، حبل النور اللي بيفضل معدي كده في الشوارع من بيت لبيت، بتعتبر من أهم الطقوس فعلا، واللي بتخلينا نحس بالأجواء الرمضانية المختلفة عن باقي شهور السنة. الطقوس الخاصة بزينة رمضان موجودة من قديم الأزل ولسه مستمرة لحد دلوقتي. وحوي 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 وحوي. تتميز أجواء شهر رمضان المبارك بالزينة والفوانيس والأنوار المبهجة، حيث يتم تزيين الشوارع والمساجد وتعليق الأضواء عليها بشكل جمالي، وتحولت تلك العادة إلى طقس مستمر مرتبط بشهر رمضان. وبحسب ما تسجله كتب التاريخ، فإن أول من بدأ فكرة الاحتفال بقدوم شهر رمضان هو الخليفة عمر بن الخطاب، عندما قام بتزيين المساجد وإنارتها من اليوم الأول لرمضان، حتى يتمكن المسلمون من إقامة صلاة التراويح وإحياء شعائرهم الدينية. شهر مبارك وبقاله زمان. وحسب الروايات، فإن أول من أضاء المساجد في الإسلام كان الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري، وقد أضاء المساجد بقناديل يوضع فيها الزيت، وكان ذلك كل يوم جمعة. وذكرت العديد من الدراسات أن الزينة تطورت في العصر الحديث بعد دخول الكهرباء في نهاية القرن التاسع عشر، كما يرجع الاحتفال في مصر بشهر رمضان مع بداية الدولة الفاطمية، فقد كانوا يحتفلون به من خلال تزيين الشوارع وإنارة المساجد، ثم اتخذت الإنارة شكلاً جديداً مع الفانوس الذي تم اختراعه لاستقبال المعز على أبواب القاهرة، وهو قادم من تونس عام 262 هجرية. طبعا بالنسبه لجيلنا ما فيش شك ان هي كانت ذكريات لن تمحى من الذاكره. كنا بننزل كده نجمع، بس انا طبعا اعتقد ان الاجيال مختلفه يعني، فكنا بننزل نجمع الكراسات والكشاكيل اللي بتنتهي من بتاع السنه اللي فاتت، بنكون شايلينها على جنب عشان عاملين حسابنا ان احنا نعمل فيها كده بالمقص بقى، ونقصها ونعمل بيها اشكال والوان. كنا بنفنن، مش مجرد ان احنا بنقص بس، لا بنفنن، وكل فرع بيبقى يعني نفس القصه دي هي نفس اللي بعدها نفس اللي بعدها، هنغير مثلا وهنروح شارع تاني. ما هو كنا شوارع بقى انا واصحابي مثلا، وكنا بنعمل كمان بالورق الفوانيس، وكنا بنعمل فوانيس. أيوة. بالورق. دلوقتي الزينه اللي هي بتعمل دوشه دي، عارفها، مع شويه هوا دي مزعجه. ايوه صح، واليوم اللي فاتوا كان في ده في هوا، شويه هوا فبيخلوا ده حقيقي. انا بفتكر شويه الفوانيس دي كنت بحب اعملها قوي، الورق، وكمان بحب اجيب الفانوس الكبير ونعلقه يعني، او نحطه جنب الزينه، مش هنعلقه لان كده هيوقع. ما شاء الله بتعملي فانوس وبسبوسه في نفس الوقت وكنافه، ده هايله كتير والله. كده كتير هايله. بس فطبعا كنا لما بنعملها بقى ونجيب الحبل ده، نقعد نخلي حد بقى متخصص ويطلع السلم ده اللي هو القوي. أيوة فينا يعني. أيوة. يطلع على السلم عشان يعلق الزينه بقى والدباسه بقى في الفرع ده، وبعد ما نخلص يجي واحد تاني ويرحطها قاطعها خالص. عامه دي من احلى الحاجات اللي فعلا بتحسسنا بجو رمضان، يا رب تفضل موجوده على طول. مشاهدينا نروح دلوقتي الموجز لاهم واخر الانباء مع دينا. اتفضلي يا دينا. شكرا لك بسنت. التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السابعه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة لدراسة التوسع في زراعته مستقبلا. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري قطاع الأعمال والزراعة، حيث تم استعراض نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات، وهو النوع الذي يعد الأكثر طلبا واستخداما بسوق العمل. وجه الرئيس السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي من السلع لتلبية احتياجات المواطنين، كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعة بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلية بما يتناسب مع خطط الدولة في الإنتاج الزراعي وللتوسعات في الأراضي المستصلحة.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لملف الصناعة وتعمل على تيسير جميع الإجراءات لإقامة استثمارات صناعية في المجالات المختلفة. وأضاف مدبولي خلال استقباله وزيرة التجارة والصناعة أهمية دفع الصناعة خلال الفترة الحالية والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات. قالت الأمم المتحدة أن العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية يثير تساؤلات تجدية بشأن جرائم حرب محتملة، مؤكدة أن أهمية الاحتفاظ بكل الأدلة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن صور القتلى المدنيين في بلدة بوتشا أصابته بصدمة شديدة، داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل يفضي إلى محاسبة فعالة. ومن جانبه ذكر مكتب حقوق الإنسان في المنظمة الدولية أن هناك انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ارتكبت في بلدة بوتشا، مشيرا إلى أن حوالي 300 جثة دفنت في مقابر جماعية. طالبت روسيا من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة اليوم لمناقشة مواصفته بأنه استفزاز من قبل عناصر مسلحة أوكرانية في مدينة بوتشا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن طلب موسكو عقد اجتماع لمجلس الأمن يستهدف مناقشة محاولات كييف تخريب محادثات السلام. وأوضحت زاخاروفا أن اجتماع مجلس الأمن يهدف للرد على استفزازات الجيش الأوكراني والمتطرفين في مدينة بوتشا، وأن الهدف التالي لأوكرانيا هو تصعيد العنف. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية صباح اليوم. يأتي هذا في الوقت الذي سمع دوي انفجارات في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، بينما قالت وسائل إعلام أوكرانية إن انفجارات سمع دويها في مدينة خرسون جنوب البلاد أيضا. وفي السياق ذاته أعلن عمدة إقليم سومي شمال شرق البلاد عن انسحاب كامل القوات الروسية من الإقليم. لقي نحو 100 مهاجر مصرهم في المياه الدولية بالبحر المتوسط على متن قارب مكتظ. ووصف المفوض السامي الأمم المتحدة فيليبو جراندي الحادث بالمأساة. وأضاف جراندي أن أوروبا أثبتت قدرتها على استضافة 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا بسخاء وفعالية. في غضون ذلك شددت منظمة أطباء بلا حدود على أن الذين تم إنقاذهم بحاجة إلى حماية ورعاية عاجلة. ورياضيا، تأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على ضيفه الهلال السوداني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة 6 والأخيرة للمجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. سجل هدف الأهلي والمباراة الوحيدة اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 75. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 10 نقاط في المركز الثاني ليتأهل لدور الثمانية رفقة سان داونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 16 نقطة. نهاية موجز التاسعة فاصل وعود لحضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم مره تانية. مما لا شك فيه ان مشروع حياه كريمه واحد من اهم المشروعات القوميه اللي الدوله بتقوم عليها دلوقتي، مش بس لانه بيعيد تاهيل البيوت والطرق والمدارس، لا كمان لاهتمامه ببناء الانسان، بناء المواطن المصري. اخيرا اعلن صندوق مكافحه الادمان عن قيامه او مؤخرا اعلن عن قيامه ب 45,000 زياره لاسر حياه كريمه للتوعيه بمخاطر الادمان، واللي هيكلمنا عنها دكتور ابراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائيه بصندوق مكافحه الادمان. يا دكتور ابراهيم صباح الخير يا فندم. خير يا فندم على حضرتك، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب وبخير دايما. عايزين نتكلم في البدايه عن اهميه هذه الزيارات، زيارات الصندوق لقرى حياه كريم. احنا طبعا زي ما حضرتك عارف صندوق مكافحه علاج الادمان هو بينتهج عزمه من البرامج الوقائيه والعلاجيه لكل فئات المجتمع، وطبعا ياتي على راسها الفئات اللي كانت زي ما بنقول كده مهمشه لسنوات طويله، واللي فخامه رئيس الجمهوريه ابتدى ان هو يهتم بهم اهتمام خاص ببناء الحجر وايضا ببناء البشر. لو حضرتك تفضلت
احنا كمان كنا لازم نكون موجودين داخل تلك الكره بشكل كبير جدا، وتواجدنا منذ اطلاق المبادره الرئيسيه حياه كريمه. النهارده وصلنا الى اكثر من 700 قريه موجودين فيها، ابتدينا ان احنا ندشن حزمه من البرامج الوقائيه على راسها طبعا الزيارات المنزليه. احنا بنهتم جدا في موضوع الزيارات المنزليه ان احنا نروح لكل بيت من بيوت اهالينا اللي موجودين في القرى، ونبتدي ان احنا نعرفهم باليات الاكتشاف المبكر، نعرفهم بكيفيه التعامل مع مريض الادمان، بكيفيه ان احنا عندنا خط ساخن للعلاج بنقدم من خلاله الخدمه العلاجيه بالمجان وفي سريه تامه. والحقيقه ان كان في احنا كنا متخوفين في البدايه ان الناس ما تقبلناش، ما ترحبش بينا، ان يكون في دي من ضمن المعوقات اللي احنا كنا شايفينها، ولكن لقينا ترحيب قوي جدا من اهالينا اللي موجودين في القرى، بداية لأنهم عاوزين يعرفوا معلومة صحيحة، هو ده المهم عندهم، يعني إيه إدمان؟ يعني إيه الوقوع في المشكلة؟ طب أنا أعمل إيه؟ طب أنا أتواصل مع الناس إزاي؟ طب أنا أقدر إن أنا أودي ابني المصطبة أقرب مصحة ليا أقدر أروح بيها وهكذا. فأنا لقينا إن في تجاوب قوي جدا سواء كان على مستوى أهالينا اللي موجودين في تلك المناطق أو على مستوى الجهات التنفيذية كمان، يعني إحنا لما بننزل القرية مش بس بنشتغل على زيارات منزلية ولكن بنطرق كمان المدارس اللي موجودة، ندخل مراكز الشباب، ندخل الجمعيات الأهلية لها دور قوي جدا في تلك القرى، وابتدينا إن إحنا نعمل جلسات أسرية بشكل مستمر مع أهالينا ومع أولادنا اللي موجودين هناك. طب استاذ ابراهيم كلمنا عن المحافظات اللي زرتوها. احنا زرنا كل محافظات الجمهوريه، يعني احنا لما بنيجي نتكلم النهارده كرة حياه كريمه احنا عندنا 18 محافظه موجود فيها مشروع حياه كريمه. الحقيقه ان احنا دخلنا في ال 18 محافظه، ولكن طبعا زي ما حضرتك عارفه ان الكوره وصل عدد دلوقتي لاكثر من 4000 قريه. احنا متواجدين حاليا مع القرى الرئيسيه اللي موجوده في كرة حياه كريمه، وطبعا حضرتك عارفه ان الكرة دي مش هتخلص في يوم، يعني الزيارات او التواجد مش في يوم، لا احنا مستمرين داخل القريه من يوم الى 15 يوم، وبالتالي عدد الزيارات تفوق او وصل الى 45000 زياره. عندنا ورش عمل وصلت الى اكثر من 1000 ورشه عمل. عندنا الاهم من ده كله ان احنا استقطبنا مجموعه من الشباب الجامعي والشباب اللي هو على قدر كبير جدا من التعليم ان يكونوا متطوعين معانا في المبادره بتاعتنا دول، وبالتالي ابتدينا ان احنا يعني احنا لو خرجنا من البلد بعد 15 يوم موجود متطوعين اللي موجودين داخل القريه بيبتدوا ان هم يقدموا خدماتهم او خدمات الصندوق على لسان متطوعين من اهل القريه نفسها. عظيم. انا عجبني في كلام حضرتك انه احنا الموضوع ما بيقتصرش فقط على الندوات العامه، لا احنا بنروح للناس في بيوتهم، ودي حاجه مهمه جدا لانه طبعا لازم يكون يتم في اطار من السريه والخصوصيه. صحيح وده كان حاجه مهمه جدا، لان احنا بنحترم جدا الثقافه القرويه، وبنحترم جدا ثقافه بعض القرى اللي موجوده في ان احنا ازاي ندخل وامتى كمان التوقيتات اللي ندخل فيها. ده برضو كان من ضمن الحاجات اللي احنا درسناها وقدرنا نشتغل عليها. عظيم. علشان كده كان في تواجد قوي جدا وما زلنا مستمرين داخل تلك القرى. طيب كنت بتكلم مع حضرتك، احنا اتكلمنا عن اليه التوعيه، اليه العلاج بقى لو لقينا حالات. احنا طبعا لو لقينا حالات او اكتشفنا حالات على طول بنحولها الى اقرب مركز علاجي. احنا النهارده بقى عندنا 28 مركز علاجي موزعين على مستوى 18 محافظه، والحل ال 28 مركز علاجي بنقدم من خلالهم العلاج بالمجان وفي سريه تامه. على طول بيتم تحويل الحاله الى اقرب مركز علاجي، بيتم التواصل مع اهل المريض بشكل مباشر، وبنستقبل الحاله على طول في العيادات الخارجيه، وبعد كده لو احتاجت ان هي يتم الحجز على طول بيتم الحجز ليها. الحقيقه ان يعني بيبقى ليها سيستم بشكل مختلف واسرع عن اي حالات اخرى، لان احنا بنكون مهتمين جدا باهالينا اللي موجودين ان احنا نرجع انسان تاني يكون قادر على الانتاج وقادر على العمل. والمتطوعين اللي موجودين اللي زي ما حضرتك قلت سايبينهم في القريه دول بقى بيتابعوا الحالات. ده صحيح، ده بقى ده الاجمل، ان هم مش بس بيقدموا الوقايه، ان هم كمان بيتابعوا الحالات، بيقدموا لها دعم نفسي، دعم اجتماعي، لان انت عارف حضرتك طبعا ان المريض الادمان بيبقى دايما عنده وصمه اجتماعيه مختلفه شويه، ولكن احنا متطوعين بما انهم من اهل البلد ومن اهل القريه ومن اهل المركز، فده مسهل لنا حاجات كتير جدا. طب البرنامج كمان اتنفذ في مناطق بديله للعشوائيات، ايه اهم المناطق دي؟ طبعا احنا ابتدينا البرنامج في مناطق بديله العشوائيات. احنا عندنا منطقه بشير الخير في اسكندريه، عندنا البحروسه في القاهره، عندنا الاسمرات، عندنا حاليا الصبل عنتر شغالين فيها. كل المناطق اللي فخامه رئيس الجمهوريه اطلقها وجعلها اماكن امنه
بعيده عن العشوائيات، احنا متواجدين فيها بشكل قوي جدا جدا. ابتدينا ان احنا ندشن كمان مهرجان بما يسمى مهرجان الطفل والاسره. والحقيقه ان احنا في المهرجانات دي بنحاول ان احنا نجمع الاسره كلها بالكامل، الاب والام والابناء. بناخد الابناء نشتغل معاهم ورش عمل والعاب تفاعليه بشكل مختلف، وناخد الاسر نشتغل معاها ورش عمل متخصصه عن كيفيه الاكتئاب وكيفيه التعرف وكيفيه التعامل، وازاي نكون نقدم تربيه اسريه ناجحه سليمه نقدر من خلالها نقي ولادنا من الوقوع في اي مشكله اجتماعيه من ضمنها طبعا تعاطي وادمان المواد المخدره. طيب دكتور ابراهيم، من واقع خبراتكم ايه العلامات اللي بتقول ان البيت ده فيه حاله ادمان لو الشخص نفسه ما قالش او اهله ما قالوش؟ بيبقى فيه يعني احنا في بعض البيوت لما بندخلها بيبقى فيه حاله انكار، لا احنا ما عندناش، لا احنا ما نعرفش حاجه. وما لما نبتدي نتكلم معاهم براحه كده، طب ايه هي الافكار اللي ممكن تخلينا نقع، طب ايه الحاجات اللي ممكن نقع فيها، نلاقوا هم بيستفيضوا بشكل قوي جدا. نلاقوا مثلا بيقولوا ان في حاجات بتتسرق من البيت، لا احنا بقينا الشخص ده بقى عصبي جدا، بقى مش هو ده الحال اللي انا ربيته عليه، ابني مش عارف ايه، ابني وصل لفين. نلاقوا هم بذات نفسهم بداوا ان هم يسردوا تلك المظاهر اللي احنا بنتكلم عليها علميا. بنبتدي كمان نوجه بشكل غير مباشر، طب يا فندم لو انتوا عارفين حاله بينطبق عليها تلك المواصفات، احنا على تم الاستعداد ان احنا نكون قدمنا الخدمه العلاجيه، واحنا موجودين في البلد لحد مش عارف امتى وهكذا، واولادنا موجودين ونقدر، طب خدوا رقم الخط الساخن اهوت. ونسيب طبعا بعض المطبوعات والورقيات، لان في بعض الاهالي فعلا زي ما حضرتك تفضلت بتبقى عندها وصمه وعندها خشيه ان هي تقدر ان هي تبيح ان عندها حد مريض. دكتور ابراهيم، المفاجاه بقى، اتفضل يا فندم اتفضل. المفاجأة إن إحنا بعد يوم أو اتنين نلاقي الأهالي دول بيقابلونا، طب أنا ابني عايز أعالجه أروح فيه. دكتور إبراهيم، يعني علاج الإدمان من أصعب الحاجات، لأن معظم العائلات يعني شايفة إن دي حاجة مكلفة جدا، فالنهاردة الدولة بتتكفل بعلاج الحالات دي، فحضرتك قول لنا الخط الساخن مرة تانية بعد إذنك. الخط الساخن 16023، وده احنا بنقدم من خلاله العلاج بالمكان وبسرية تامة بناء على توجيهات معالي الدكتورة نيفين القباج والدكتور عمرو عثمان، ان يقدم الخدمة لكل فئات المجتمع تكون مقدمة بالمكان وبسرية تامة. احنا الحاجتين دول احنا بنهتم بهم جدا عن طريق طبعا التواصل على رقم الخط الساخن 16023. طيب من خلال زياراتكم يا دكتور ابراهيم، الفئات العمريه اللي وجدتوا عندها حالات ادمان، يعني دخلنا اسره مثلا شفنا عندهم ابناء سن 10 سنين 15 20 سنه، ايه الفئات العمريه اللي احنا اكثر فئات العمريه اللي احنا لقينا حالات ادمان عندهم؟ احنا اكتشفنا ان اكثر الفئات العمريه بتتراوح ما بين 18 ل 20 سنه الى 35 سنه، اللي هو يعني وقت الشباب ووقت العمل ووقت الانتاج، وده طبعا يعني فئه عمريه صعبه جدا ومهم جدا ان احنا نكون متواجدين معاهم بشكل مستمر طبعا، بنفند معاهم الافكار المغلوطه، لان من ضمن الاسباب احنا طبعا درسنا الاسباب ان ليه الفئه ديت من اكثر الفئات اللي هي وقعت في المشكله، لان في مجموعه من المفاهيم المغلوطه اللي قدر من خلالها تجار المخدرات ان هم يروجوا لها بشكل كبير جدا، زي مثلا خد الحبايه ديت علشان تذاكر كويس، خد الحبايه دي عشان تقدر تسوق كويس، خد الحبايه دي عشان تقدر تركز وهكذا، تقدر تكون عندك بنية عضلية قوية. لقينا كمان إن في حالات إدمان ما بين السيدات، وده كانت مفاجأة لينا إن يكون في بعض السيدات أدمنوا ووقعوا في المشكلة نتيجة بعض الأفكار المغلوطة، وكمان نتيجة إن في حالة من أفراد الأسرة متعاطية للمواد المخدرة، فهو عايز كل أفراد الأسرة تقع في تلك طب المشكلة. طب معلش يا فندم، هل المواد المخدرة دي بتبقى مواد مسكنة فهم بيفضلوا مكملين بيها؟ ايوه بالظبط، ما هو ده دي الافكار اللي هم دخلوا ولا حضرتك بتتكلم على مثلا نوع مخدر معين الراجل بيتعاطاه وتقوم الست كمان مشاركه الراجل في حاجه زي دي؟ مشاركه بالظبط، من باب ان هو مسكن، من باب ان هو علاج، من باب ان هو هيقدر يخليها تقوم بواجباتها الزوجيه والواجبات اللي داخل البيت بشكل افضل وشكل يعني احسن. كمان لقينا ان اهم انواع المخدرات المنتشره كان بيتربع طبعا على راسها البنج والحشيش، بعد كده الترامادول. حلو قوي يا فندم، البعض بيعتقد ان النوعين دول مش ما يسببوش ادمان. ايوه ده بالظبط، ده من الافكار المغلوطه، وده اللي احنا بنشتغل عليه واحنا موجودين في وسط شبابنا. احنا ما بنيجي نعمل ورش عمل داخل القرى او داخل تلك المناطق المطوره، بنبتدي نفند تلك المفاهيم، بنبتدي نسالهم يعني ايه ادمان؟ يعني ايه؟ طب ايه اهم الانواع المنتشره؟ طب انت تعرف ايه عنها؟ طب ايه هي الخطوره بتاعتها؟ طب ايه الاثار اللي موجوده عليها؟ طب ايه المعلومه الصحيحه المرتبطه بيها؟ طبعا حضرتك اتفضلت كده ان في ناس كتير جدا
ده بيقولوا ان الحشيش ده ادمان، ان البانجو ده مش ادمان، لا ده الاثنين ده مخدر وده مخدر. فاحنا بنحاول ان احنا يعني نصحح تلك المفاهيم ونصحح تلك المعلومات بشكل قوي، وهو ده اللي خلانا نكون متواجدين داخل تلك القرى وتلك البيوت بشكل، لان اهالينا لقوا مننا معلومه طبيه صحيحه عن المشكله هم كلهم بيعانوا منها. كل الشكر ليك يا فندم دكتور ابراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائيه بصندوق مكافحه الادمان، شكرا جزيلا ليك. اكتر طقس مرتبط بالمصريين في رمضان هو طبعا فانوس رمضان اللي بيعتبر ايقونه الشهر الفضيل، واللي بيكون ليه فرحه خاصه عند الاطفال بالذات. والحقيقه ان الفانوس او فانوس رمضان تاريخه في مصر اكتر من 1000 سنه. ما من شيء أشد ارتباطاً في وجدان المصريين بشهر رمضان الكريم من الفانوس الذي أصبح أيقونة لهذا الشهر الفضيل، به تكتمل فرحة الصغار، وعلى وميض الضوء يسافر الكبار في ذكريات الماضي بحثاً عن طفولة لا تقبل التنازل عن الفانوس. فانوس رمضان له تاريخ يرجع إلى أكثر من 1000 عام منذ أن دخل الفاطميون مصر، ودخل الخليفة الفاطمي القاهرة قادماً من الغرب، وكان ذلك في اليوم الخامس من شهر رمضان لعام 358 هجرية. وهناك العديد من القصص عن أصل الفانوس، إحدى هذه القصص أن الخليفة الفاطمي كان يخرج إلى الشوارع ليلة الرؤية ليستطلع هلال شهر رمضان، وكان الأطفال يخرجون معه ليضيئوا له الطريق، وكان كل طفل يحمل فانوسه، ويقوم الأطفال بغناء بعض الأغاني الجميلة تعبيراً عن سعادتهم باستقبال شهر رمضان. وهناك قصة أخرى عن أحد الخلفاء الفاطميين أنه أراد أن يضيء شوارع القاهرة طوال ليالي شهر رمضان، فأمر كل شيوخ المساجد بتعليق فوانيس يتم إضاءتها عن طريق شموع توضع بداخلها. وقد ظلت صناعة الفانوس تتطور عبر الأزمان حتى ظهر الفانوس الكهربائي الذي يعتمد في إضاءته على البطارية واللمبة بدلاً من الشمعة. بنصبح لحضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نروح لزميلتنا في الاستوديو دينا ونعرف منها اخبار الرياضه. شكرا ليك يا بسنت، فعلا جه ميعادنا دلوقتي مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركله البدايه. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. إعجاز ما يقدمه هو إعجاز. ميسي هيتس وان، واتس إت جول. الفاول عالمي يا زعيم. وبنبدأ معاكم جولتنا، ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام عمل جلسة مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، وقدم كيروش خلال الجلسة تقرير مفصل عن مباراة السنغال والأحداث المصاحبة للمباراة والتقرير الفني. واتفق مجلس إدارة اتحاد الكورة خلال الجلسة على حصول البرتغالي كارلوس كيروش على راحة سلبية والسفر لبلد الحين الفصل في الطعن المقدم من اتحاد الكرة للاتحاد الدولي والإفريقي والخاص بإعادة مباراة منتخب مصر قدام السنغال بسبب الأحداث المؤسفة اللي شهدتها مباراة العودة واللي اتلعبت يوم 29 مارس اللي فات. محمود حمدي الونش مدافع فريق نادي الزمالك هيخضع لاختبار طبي علشان يحدد موقفه من المشاركة مع فريقه في مواجهة بيراميدز اللي هتتلعب يوم الأربعاء الجاي على ملعب الدفاع الجوي في الجولة رقم 11 اللي اتأجلت من مسابقة الدوري. البطلة المصرية هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة ومصنفة الثالثة على العالم في لعبة الاسكواش تم تتويجها ببطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش واللي استضافتها المملكة المتحدة خلال الفترة من 28 مارس لحد 3 ابريل، وفازت هانيا في المباراة النهائية على زميلتها في وادي دجلة نوران جوهر المصنفة الأولى على العالم بنتيجة 3-1 في مباراة استمرت 76 دقيقة، وجت نتيجة الأشواط 11-9 و11-7 و11-8 و11-4. ومن ناحية تانية خسر علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني على
العالم لرجال السكواش لقب بطولة بريطانيا مفتوحة للسكواش، وكمان خسر فرج من نيوزيلندي بول كول المصنف الأول على العالم بنتيجة 3-0 في مباراة فضلت مستمرة 50 دقيقة، وجت نتيجة الأشواط 12-10 و11-6 و11-4. فريق توتنهام الإنجليزي فاز على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة 5-1 في مباراة لجمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ورفع توتنهام رصيده للنقطة 54 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبكده بقى متفوق بفرق الأهداف عن أرسنال اللي بيتساوى معاه في عدد النقط، أما نيوكاسل فوقف عند 31 نقطة في المركز 15. حقق فريق ويست هام يونايتد الفوز على فريق ايفرتون بنتيجه 2-1 في مباراه لجمعتهم امبارح على ملعب لندن الاولمبي ضمن منافسات الجوله رقم 31 من بطوله الدوري الانجليزي الممتاز، وبالنتيجه دي رفع ويست هام رصيده للنقطه 51 في المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري، وتجمد رصيد ايفرتون عند النقطه 25 في المركز 17 من ترتيب البريمير ليج. حقق فريق باريس سان جيرمان فوز كبير على فريق لوريان بنتيجة 5-1 خلال مباراة لجامعة الفرقتين على ملعب بارك دي برانس في الجولة 30 من الدوري الفرنسي، وبعد الفوز بيحتل سان جيرمان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة، وفريق لوريان في المركز 16 برصيد 28 نقطة. وبكده خلصت أخبارنا الرياضية، وهنرجع مرة تانية لمحمد بسنت عشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك. بنشكرك يا دينا، ولسه مكملين كلام طبعا عن فوز الأهلي امبارح. امبارح النادي الأهلي فاز على الهلال السوداني بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت على استاد الأهلي والسلام ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. النتيجة دي خلت النادي الأهلي خلاص يصعد كمركز تاني في المجموعة. خلونا نقرا فنيات المباراة وفرص الأهلي القادمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا مع الناقد والمعلق الرياضي محمد عفيفي. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير. صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير وسام هانم، وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر اينما كان. صباح الخير يا عفيفي. يا اهلا بيك. كده خلاص الاهلي صعد، لكن فنيا مستوى الاهلي كان عامل ايه امبارح؟ طيب، هي مباراه كانت صعبه بشكل او باخر. نسخه هذا الموسم من دوري ابطال افريقيا بتقدم نسخه مميزه من الانديه السودانيه المريخ والهلال، والهلال دايما بيكون حجر عصر امام نادي الاهلي وبيكون صعب المنال. لعب بالامس تحت الكوره، كل لاعبي الهلال لعبوا تحت الكوره وبيعتمدوا على الهجمه المرتده لانهم كان عندهم اوبشن واحد او فرصه واحده هي الفوز، وده اللي قلق شويه النادي الاهلي. الاهلي او بيتسو موسيماني لعب بطريقه لعب مميزه، ولكن فكره انه تستغل الاطراف بتاعتك دون ان يكون هناك لاعب مفيد لفن توجيه الضربات الراسيه فده مش حلو. يعني محمد شريف ما بيعرفش يتعامل مع الضربات الراسيه رغم ان هناك قدره كبيره جدا من الاطراف، وده ما كانش فيه استغلال بشكل او باخر. هو بيتسو موسيماني دايما ما بيختار، ممكن لعيبه كويسه، ممكن تشكيله مميزه، ممكن طريقه لعب مميزه، لكن حاله اللاعبين والكيفيه في التعامل على ارض الملعب وده ما كانش حاضر في الشوط الاول. حتى البطء اللي كان موجود مع تحضير لاعبي النادي الاهلي وده كان في الشوط الاول واضح جدا وسبب انه الشوط يخلص تعادل سلبي وما يكونش فيه محاولات اكثر جديه على مرمى الهلال السوداني. في الشوط الثاني لانه بيتسو موسيماني عنده التو اوبشنز او حلين على ارض الملعب، اما التعادل او الفوز، فده ريحه شويه في انه يسحب محمد شريف ويبقي على بيرسي تاو اللاعب الجنوب افريقي ويلعب بشادو سترايكر او مهاجم وهمي، وادى بقى حريه الحركه مع الشفتات اللي كانت بتحصل في وجود حسين الشحات على ارض الملعب، في وجود احمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشه وبيرسي تاو، وده اللي نجح فيه مع خلخله الدفاعات بعد نزول حسين الشحات، وده اللي عايزه جمهور النادي الاهلي من حسين الشحات، فكره انه بلغه الكوره ما يتفزلكش بزياده، ما يطولهاش تحت رجله، هو يا استلام وتسديده او لمسه واحده خلص من خلالها هدف الفوز اللي ريح جمهور النادي الاهلي واللي بدا يظهر نسخه مميزه من حسين الشحات زي ما كان في العين الاماراتي، زي ما كان مع مصر المقاصه، او حتى في كثير من الاحيان مع النادي الاهلي. في المجمل الاهلي قدم مباراه الى حد كبير جيده للتاهل، المهم ان هو تاهل من دور المجموعات. دايما بنقول ان دور المجموعات مش مقياس بالنسبه للنادي الاهلي لانه عانى في النسخه الماضيه ولكن حقق لقب ثاني على التوالي، لكن المشكله في هذه النسخه انه المواعيد بتاعت المباريات قريبه. احنا القرعه باذن الله غدا يوم الثلاثاء، قرعه الدور ربع النهائي باذن الله في 3:10 بتوقيت القاهره، والدور ربع النهائي مباريات تبدا يوم 15 او 16 مباريات الذهاب و20 او 21 مباريات الاياب بالنسبه للدور ربع النهائي، ثم في مايو مباريات نصف النهائي والنهائي مباشره. لازم النادي الاهلي يلم نفسه ويعالج الاخطاء بشكل ايه هي بقى الاخطاء يا عفيفي؟ يعني الثغرات اللي بيعاني منها فريق الاهلي خلال مبارياته اللي لعبها في بطوله دوري افريقيا كلها.
بالتاكيد في اخطاء دفاعيه اتعدلت في مباراه الهلال. انا شايف انه واحد زي كريم فؤاد من افضل اللاعبين اللي اكتشفوا في الجهه اليسرى من خلال التاكلنج او استخلاص الكوره او التعامل الدفاعي الهجومي ذات رئات ثلاثه بيعرف يكمل المباراه بشكل مميز جدا، يدي دافع اكبر حتى لمحمد هاني ولو موجود على دكه البدلاء، فبدا يصلح من بعض الاخطاء الدفاعيه. فكره البطء في التحضير، فكره انه انت لما تستغل الاطراف لازم يكون موجود ما فيش عنده غير حسام حسن، يبقى في سترايكر، يبقى في مهاجم صريح موجود داخل الصندوق بيعرف يستغل. لو هتلعب على العمق لازم تلعب بمهاجم وهمي او حتى توظف محمد شريف كمهاجم وهمي، مش لازم يطلع ويكون موجود حسين الشحات في كل مره مع بيرسيتاو. بيرسيتاو في كتير من الاحيان ما بيقدرش يكمل كتير على ارض الملعب تحديدا في الشوط الثاني وبيفقد الكثير من الكرات، فلازم يكون هناك حلول تكتيكيه تتناسب كمان مع اللي جاي له، لان القرعه بكره هتوقع الاهلي اما امام الرجاء المغربي او الوداد المغربي او الترجي الرياضي التونسي. ثلاث فرق ثقيله جدا موجوده في دوري ابطال افريقيا، وما اتمناش ان احنا نقع مع الانديه المغربيه تحديدا، لانه الملاعب هناك بتكون كامله العدد بالحضور الجماهيري. نتمنى من الحضور الجماهيري في القاهره في مباريات النادي الاهلي القادمه باذن الله، حتى او كان مع الترجي او الهلال او الرجاء او الوداد، تكون بعدد اكبر. كلها فرق كبيره عفيفي، في النهايه كلها فرق كبيره وهتادي وهتنافس قدام النادي الاهلي. موسيماني هيعمل ايه الفتره اللي جايه؟ ما عندوش وقت كبير انه يعمل حاجات كتير، لانه هيلعب يوم الاربعاء امام الاتحاد السكندري مباريات متلاحقه كبيره جدا كبيره جدا. اعتقد انه هيفكر بس فكره دراسه الفرق الاخرى، مين هيجي له بكره في القرعه ويبدا يذاكره بشكل اكبر علشان يقدر يلاقي التوليفه الانسب اللي تناسب طريقه اللعب المميزه، لانه مباريات رايح جاي. الاهلي هيلعب مباريات صعبه جدا، اعتقد انه مع ضغط المباريات ممكن يطالب على فكره بتاجيل بعض المباريات في الدوري، لكن الامور هتكون صعبه جدا. الاهلي قادر طبعا، قادر لانه عنده لاعبين مميزين جدا يقدروا ان هم يحافظوا على اللقب للعام الثالث على التوالي ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي. بنشكرك محمد عفيفي الناقد والمعلق الرياضي، شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل، خليكم معنا. رحب بحضراتكم من جديد. امبارح كانت الحلقات الثانيه لمسلسلات رمضان، واللي كان فيها احداث كثيره ومهمه شدت الجمهور، خاصه المسلسلات الوطنيه اللي كان فيه طبعا تفاعل كثير عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، لان هي بتقدم تفاصيل وسرد الاحداث مهمه. خلونا نتابع ملخص اللي حصل امبارح في المسلسلات. الحلقات الثانية من موسم دراما رمضان شهدت أحداث استثنائية ومشوقة. البداية من مسلسل الاختيار الجزء الثالث، اللي جت الحلقة تحت عنوان خيرت الشاطر. بدأت الحلقة بمشهد من داخل مكتب الإرشاد ولقاء بيجمع المرشد محمد بديع اللي بيجسد شخصيته عبد العزيز مخيون والقيادي الإخواني سعد الكتتني، وكانوا بيتناقشوا في أزمة غضب السلفيين منهم، وده في الوقت اللي بيجتمع فيه خيرت الشاطر اللي بيجسد شخصيته خالد الصاوي مع وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي في مبنى المخابرات الحربية بحضور اللواء عباس كامل. ويطلب خيرت الشاطر من السيسي إن يكون هناك تعاون بين الجيش والإخوان لأن ده من مصلحة البلد. ويظهر السيسي وهو غير مهتم بشكل كبير بحديث خيرت الشاطر، ويفاجأ الشاطر بسؤال اللواء عباس كامل عن الغداء، وقال عباس الغداء جاهز أصل شكل خيرت جعان. فيرد عليه خيرت ويقول له مش هناكل سوا، فرد عليه الوزير عبد الفتاح السيسي لا أصلي وعدت رجالتي إني هتغدى معاهم النهاردة. ومن ناحية تانية بيقوم الثلاث ضباط زكريا ومصطفى ومروان بمأمورياتهم المختلفة بهدف الوصول لأعضاء الجماعات التكفيرية. يا عباس أفندم، هو الغداء إمتى؟ أصل باشمهندس خيرت شكله جعان. الغداء جاهز يا فندم. اتفضل يا باشمهندس، الغداء جاهز. وأنا مش هناكل سوا. يبقى عيش وما الحزان. لا اصل انا وعدت رجالتي اني هتغدى معاهم النهارده. شرفت. شرف لينا يا فندم. وبدات الحلقه الثانيه من مسلسل العائدون باثاره كبيره خلال الاحداث، خصوصا مع كشف تنظيم داعش خيانه ابو مصعب اللي بيجسد دوره محمد فراج وهو بيتكلم مع ضابط المخابرات، الامر اللي تسبب في حاله من البلبله ما بين كراره والضابط اللي بيجسد دوره محمود عبد المغني.
وده بعد ما أكد أمير كرارة على إنه مش هيقبل إنه يكون موجود في مصر وأبو مصعب يتم قتله، وطالب محمود عبد المغني بضرورة تنفيذ خطة إخلاء أبو مصعب من التنظيم، الأمر اللي مش هيتقبله محمود عبد المغني. أهم حاجة في المهمة دي إنها ترجع بدون خسائر، ما ينفعش حد فيكم يقع في إيديهم. ما تقلقش، سيب على الله. الحلقة الثانية من مسلسل المشوار كشفت عن القبض على وجيه بيه بتهمة التجارة في الآثار، ورصدت الحلقة قيام أحمد مجدي بالقبض على وجيه بيه بعد ما لقى شنطة سفر في بيته جواها قطع أثرية، ومن هنا أنكر وجيه صلته بيها وأكد إنه ما يعرفش عنها حاجة وأول مرة يشوف اللي جواها. أنا أول مرة أشوفها دلوقتي حالاً. فكر شوية يا أستاذ وجيه، ما يمكن الحاجات دي من خان الخليلي وأنت جايبها لزوم الشغل عشان شركة السياحة؟ أنا ما أعرفش إذا كان ده شغل الخان ولا لأ، بس في كل الأحوال ما تخصنيش وأول مرة أشوفها. أما الحلقة الثانية من مسلسل دايماً عامر للنجم مصطفى شعبان فبدأت باقتحام المعمل وإنهاء عملية السطو واحتجاز الطلبة جوه المعمل. وبعد ما شال القناع من على وشوش المجرمين اكتشف إنهم من طلبة المدرسة، لكن في نفس الوقت بتكتشف لبلبة إن مصطفى شعبان مش هو الدكتور المطلوب اللي استدعته، وواضح كده إن في تشابه أسماء بينه وبين دكتور جامعي، فمصطفى شعبان اللي بيقوم بدور عامر عبد الرازق ليس إلا أخصائي اجتماعي ومش دكتور في الجامعة. مش قلت لك يا أبو الوفا بيه؟ اهو طلعوا طلبه من عندنا. خلاص خلاص تعالى تعالى يحيى. Are you crazy? Freak us out. واي افتح الباب يا. في الحلقه الثانيه من مسلسل فاتن امل حربي للنجمه نيلي كريم بدات احداثها بصدمه فاتن اللي اكتشفت اختفاء عفش بيتها، وتاكدت ان طليقها سيف اللي بيجسد دوره الفنان شريف سلامه هو اللي عمل كده، وراحت سالت البواب وقال لها ان سيف جه وجاب عربيه نقل ونقل العفش كله، وطلبت من البواب يجي معاها الاسم علشان يشهد باللي شافه، وبعد ما راحوا وقبل دخول الاسم هرب منها البواب. وقامت فاتن بعمل محضر بتبديد المنقولات، ليكتشف أمين الشرطة بعد كده إن فاتن مش معاها قايمة منقولات، فبيقول لها إنه هيعمل محضر سرقة منقولات مش تبديد. رقم المحضر حضرتك هتروحي تتابعي بيه، المفروض إن المحضر بتاعنا دلوقتي هيترفع من هنا على النيابة العامة للاطلاع، وكيل النيابة كده هيقعد يقرا بتمعن ويديله قيد ووصل. تمام؟ بعدين؟ لا، في حاجة كده قبل بعدين، ممكن النيابة تحفظ التحقيق. يعني ما توديهوش المحكمة؟ وعشان كده المحامي بتاع حضرتك لازم يتابع برقم المحضر ده لغاية ما تحدد جلسة لحضرتك. كمان بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الكبير قوي ستة بتحول ابن الكبير قوي أحمد مكي العترة بعد شرب اللبن لشاب كبير، حتى إن الكبير ما صدقش إن ده ابنه لدرجة إنه ربطه لحد ما اعترف له إنه حرامي. وفي مشهد تاني بيروح الكبير قوي للدكتور ربيع اللي بيجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد صاحب اختراع اللبن، وبيقول له ده اكتشاف علمي وده التطور الجيني اللي حصل معاه بعد ما شرب اللبن اللي هو اخترعه، وازاي تسيب يا كبير تركيبة بالخطورة دي قدام الطفل. وبيصدق الكبير قوي ان العترة ابنه وبيحاول يتأقلم مع الوضع الجديد. ده ولد العترة؟ ايوه ده العترة. ايوه انا العترة يا ابوي. بس يا كابتن خابر، لو الخريف اللي بتقول عليه ده طلع صح اللي هعمله فيك هيسحب الترند من البطة شيماء. في الحلقة الثانية من مسلسل في بيتنا رابط 2 من بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر، راح يوسف اللي بيجسد دوره هشام جمال في اجتماع مع المستثمر الجديد عماد رشاد اللي المفروض إنه هيشتري كل نسخ الرابط اللي صنعها، لكنه بيتفاجئ إن المستثمر وقع عقود مع شخص تاني بيقوم بصناعة الرابط، وبيحصل خلاف بينهم وبيرفض يكمل الاجتماع. زي ما حضراتكم شفتوا الأحداث سخرت يمكن من تاني حلقة على طول، رمضان مختلف، وجبة درامية رمضانية متنوعة زي ما حضراتكم شفتوا من خلال هذا التقرير. عايزين ناخد رأي الناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي في الدراما الرمضانية السنة دي. صباح الخير يا أستاذ طارق. أستاذ محمد يا أهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك. بشكل عام تقييمك لدراما رمضان السنة دي وإيه المختلف عن السنة اللي فاتت؟ ما بقدرش أقول لك مختلف، لكن أنا أقول لك إنه البشائر الاولى او الحلقات الاولى، يعني قلنا اول حلقتين بيقولوا لنا انه الوجبه قويه جدا ومتعدده الاوجه ومتباينه ومختلفه وشهيه، يعني في عدد كبير من المسلسلات كنسبه جيد وجيد جدا وممتاز يعني الحقيقه.
كل ده بتكلم على الحلقات الاولى اول حلقتين، لكن يعني البدايات مشجعه جدا على استكمال باقي الحلقات. طب استاذ طارق، يعني لسه الناس ما قدرتش تكون فكره كامله، لكن خليني اقول ان حضرتك اكيد هيبقى عندك وجهه نظر كده من الاول، ايه العمل اللي كان مفاجاه بالنسبه لحضرتك؟ مش عايز اقول مفاجاه، بس نجاحه دايما بيبقى بيفاجئ، حتى وانت متوقع له النجاح نجاحه بيزيد. الاختيار ثلاثه ليس مفاجاه ان ينجح، يعني ما هو الاختيار الاول نجح، الاختيار الثاني نجح اكثر، الاختيار الثالث مع اول حلقتين قفز الى افاق بعيده جدا في النجاح والمتابعه، فهو هنا ليست مفاجاه كنجاح، لكن المفاجاه الساره هو الارتفاع بنسبه النجاح الى النجاح الطاغي. مين من الممثلين بهر حضرتك؟ في مقاهي وبيلقى يعني ايه تصفيق من الجمهور، يعني عايز اقول ان الناس اضافت من عندها شيء ما كانش موجود، ان هم المسلسل اللي بيحبوه يحبوا يتفرجوا عليه جماعه في المقهى ويشقفوا وهكذا، فالمسلسل رد فعله عالي جدا جدا جدا، لانها احداث طبعا لا تزال في الذاكره ولا يزال يعني عايز اقول 90% على الاقل من المصريين يتذكروها جيدا، ولان المخرج الحقيقه بيتر ميمي والكاتب هاني سرحان اجاز الاثنين تقديم فكره التوثيق بمعنى ان بنقدم حقائق موثقه ومسجله في القنوات الفضائيه وفي غيرها وليس فقط القنوات المصريه، كل القنوات، وايضا الخط الدرامي. والحقيقه تجسيد الفنان ياسر جلال لرئيس عبد الفتاح السيسي تجسيد عميق جدا ومتطور، لانه مش مجرد فكره انه يحافظ على نبره الصوت والحركه، لا، في الوجدان قادر يوصل للاحساس، ودي الحقيقه يعني مفتاح مهم جدا في فن تقديم الشخصيات، انك انت ما تقلدش ولا تستغرق، لا يستغرق التقليد ولكن الاحساس، فالشخصيه تصل اكتر لوجدان الناس، وده اللي حاصل الحقيقه. طيب عظيم. وكمان خالد الصاوي عمل فضل. خالد شاب بشكل جيد جدا الحقيقه، خالد وعبد العزيز مخيون، يعني الحقيقه في مجموعه عندها حاله تفوق. طيب ايه من الاعمال الفنيه اللي بدات في دراما رمضان ما نقدرش نحكم عليها دلوقتي، محتاجين نستنى مثلا كام حلقه عشان نبتدي نقول راينا فيها؟ بص، الراي النهائي صعب تقوله، لكن يعني اي عمل فني صعب وانت في الحلقه الثانيه تقول راي نهائي، يبقى بتظلم بتظلم الحق او العداله. كويس، لكن اقدر اقول لك ان انا مثلا شايف انه امل حربي، فاتن امل حربي يعني مسلسل ماشي حلو قوي يعني، وملمس مع الناس، لانها قضيه البطله قضيه نسائيه، وده مصنوع بشكل جيد. عايز اقول لك ايضا ان محمد رمضان مع محمد ياسين في المشوار عامل نقله، لان محمد ياسين مخرج، فبالتالي انا متصور ده، بس كل ده ليست احكاما نهائيه، بنتكلم على اول حلقتين، يعني رغم ثقه محمد ياسين وثقه انه رمضان نجم جماهيري وممثل موهوب، وايضا دينا الشربيني ممثله رائعه، لكن لازم نستنى، يعني ايه، ندي فرص اكتر للاحكام. الكوميديا واخده جانب كبير، يعني مكي بعد في العوده بعد مثلا اربع خمس سنوات او اكثر توقف عن الاستكمال، في الجزء السادس انا شايف فيه لمحات كوميديه، يعني راجل ايه خلى العصر او العصر مرور ست سنوات جزء او الزمن بقى جزء ايجابي مش سلبي في التعامل مع المسلسل في الكبير قوي، كبير قوي لانه عمل متعدد الاجزاء، فبتبقى في مشكله ان دايما الناس بتنتظر ما هو اعلى، ففتره الصمت انا بشوفها كارت صلح حتى الان، يعني ممكن مع بعد شويه يبقى الان ده يتغير. عايزه اقول لحضرتك ان كمان ردود الفعل عليه على السوشيال ميديا حلوه جدا جدا، الناس تفاجئت ان هم حابين الجزء الجديد من الكبير، مع ان هم اتفرجوا كتير قوي على الشخصيات دي، لكن بقى في نوع من انواع الارتباط
والحنين للشخصيات دي، الناس مش فعلا ما زهقتش منها. العمل بقى اللي لسه ملامحه وما ظهرتش بالنسبه لحضرتك ممكن يعني يبقى ليه مؤشر كده في البحث خلال الايام الجايه؟ يعني راجعين يا هوا مثلا، لازم اديله وقت يعني اشوف ايه يعني رايح فين. يعني هو ده بالك في كتير وغير ده، ده انا ضربت مثلا بس اغلب الاعمال يعني انا جزيره غمام الحقيقه عبد الرحيم كمال وحسين المنباوي، عارفين طبعا كاتبنا الكبير وحسين المنباوي من احد اهم المخرجين، عاملين شغل يعني يستحق التوقف عنده والاشاده دي في اول حلقتين برضه. لكن بيظل ان لسه في اعمال بتكشف عن نفسها عشان نعرف هي رايحه فين. دايما في كل عمل درامي بنشوف مثلا فنان متعودين منه على اداء معين، بنيجي نقول لا الراجل ده اعيد اكتشافه من جديد، هل نقدر نحكم دلوقتي؟ اعيد اكتشافه من جديد اقول لك انا ياسر جلال. ياسر جلال طبعا طول عمره فنان موهوب وعنده يعني اعماله الجميله ورصيده بالذات في التلفزيون يعني رصيد عظيم، لكن انا شايفه المره دي في دوره في ادائه للرئيس عبد الفتاح السيسي، شخصيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعلا عامل خطوه مغيره وخطوه قويه. ومين من الممثلين الشباب لفت نظرك يا فندم؟ في هشام جمال اللي هو في بيتنا روبوت مثلا، ده عامل شغل كويس كممثل يعني، مالوش طبعا حظ كبير من النجوميه، لكن ممكن ده يبقى بدايه حلوه. طيب عظيم، لو هترتب لنا بقى يا استاذ طارق اولويات حضرتك في مشاهده دراما رمضان السنه دي. بص في الاسبوع الاول او في العشرة ايام الاولى تشوف بقدر المستطاع كل حاجه. الاولويات تاتي بعد كده. يعني بقى طبعا اي انسان في الدنيا في مش هيقدر مهما كنت متخصص ومهما كان ده يعني عملك وشغلك انك تشوف، لكن في لحظات يعني بعد 10 ايام اقدر ابتدي بقى انا اقلل من اعمال خلاص بحس انها يعني مش هتطور اكتر من كده، مش هتديني اكتر، وابتدي اقدر اعمل اولويات. لكن مؤكد ان انا بحاول بقدر المستطاع ادي المساحه للاعمال الدراميه كلها على قدم المساواه. على العموم زي ما حضرتك قلت ان احنا عندنا وجبه متنوعه من الدراما في رمضان ده، عندنا الكوميدي والوطني، عندنا جميع، والتراجيدي كمان، عندنا كل حاجه. والكوميدي كتير يعني في السنه دي وده جميل، يعني حتى يسرى في مسلسلها الجديد عامله كوميديا كويس. يعني عايز اقول ان في كده توجه للضحك والكوميديا، وده انا بشوفه رساله مهمه. يعني لما تقدم دراما وتميل للكوميديا المجتمع بيسعد وبتحس انه يقدر يواجه كل مشاكله بالكوميديا. ده حقيقي يعني. شكرا جزيلا يا فندم استاذ طارق الشناوي الناقد الفني، بنشكر حضرتك الف شكر ليك. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار ساعتين، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد، وبنصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر.